صراع الإدارات. يستهل النور زاويته بالقول، يؤكد ما يجري في السودان والجزائر أن زلزال الثورات العربية كان أعمق مما تنبأ به كثيرون، وأن الأرض لم تستقر بعد. الزلازل الارتدادية مستمرة، وعلى كل الطغاة أن يتحسسوا رؤوسهم. ويضيف الكاتب: تثبت الأحداث أن الاحتياجات الشعبية التي انطلقت أواخر عام 2010 كانت مفصلا تاريخيا ولم تكتمل، فالظواهر الكبرى تستغرق سنوات وعقود حتى تستقر، وقد نرى أنباء ذلك بعد حين. وهذا يعني أنه لا مبرر بعد لليأس من إمكانية التغيير، كما أنه لا توجد ضمانة بعد للأنظمة الدكتاتورية كي تنام من أجفونها ثقة واطمئنان أنها أكلت تلك الإمكانية. ومع ذلك لا بد من الحذر، إذ أن شعوب المنطقة ونخبها إن لم تحسن التخطيط فإننا جميعا سنحصد العلقم. يتابع الكاتب: ينبغي أن تملك الشعوب القدرة على تجنب الأخطاء التي ارتكبت في ثورات الربيع العربي الموؤودة، فبعض قوى المنطقة قد تكون نجحت في وأد تلك الثورات لكنها لم تنجح في إطفاء جذوة الجمر تحت الرماد، ويستبعد أن تنجح. ويزيد الكاتب: ما نراه الآن أن الشعبين وبعض النخب السودانية والجزائرية ترفض أن تسقط ضحية احتمال التلاعب أي جهة عسكرية أو سياسية، وثمت وعي متصاعد خشية سرقة الثورة واستبدال دكتاتور بآخر، ولكن التغير والتحولات لا تتحقق بالتمني والشعارات. والخشية ليست من الجماهير ولكن من النخب التي تتصدر التغير أو تركب موجته. ويختم النور زاويته قائلا: صحيح أن الأمور لم تستقر بعد في المنطقة، وقد نكون على موعد مع انفجار حتمي عاجلا أم آجلا، ولكن هذا لا يعني أن ثم الضمانة أن يكون أي تغير قادم إيجابيا، بل قد يكون كارثيا علينا إن لم نحسن التخطيط والتصرف. وفي كل الأحوال، أكان التغير إيجابيا متحكما به ومخرجاته أم كارثيا منفلتا من أي ضوابط، ستكون النتيجة على أنظمة عربية كثيرة وبالا فصيغة وجودها تصطدم بسنن كونية.